اللص الشهير، حكاية من التراث الألماني. تعالي إلى هنا يا صاحبي. أقمشة جميلة، تعال أيها المشتري، تعال تعال أفخر ثياب أيها الرجل. إنها أفخر ثياب، انظروا إليها كم هي جميلة. ممتاز ممتاز. في قديم الزمان عاش لص محترف. كان باستطاعة اللص أن يحيا حياة هنيئة، إلا أنه لم يفكر يوما بالإقلاع عن السرقة. ظن اللص أنه لا يوجد أحد في مثل دهائه، وكان شديد الفخر بذلك. كان لهذا اللص ولدان، فرايدر وهاينر. فعلها أبي ثانية. إنه شيء مزعج، هل توجد وسيلة لتقويمه؟ أنت تعلم مدى اعتزاز أبي بهذا العمل، إنه شديد الفخر به، كما أن أمي تشاركه نفس الشعور بذلك. نعم، لا نستطيع أن نتركه دون أن نفعل شيئا، فلنحاول بأية وسيلة. السرقة عادة سيئة. ها، عندي فكرة، ما رأيك إذا قمنا بسرقة أبي؟ ربما يكف عن ذلك، أنا واثق من ذلك. نسرق أبي؟ نعم، نسرق شيئا يقوم أبي بحراسته، وبذلك نكون قد تفوقنا عليه. إذا تمكننا من سرقته سوف يتألم ويشعر بالخجل ويترك السرقة. لكن هذا ليس كافيا، يجب أن نجعله يقسم بأن يقلع عن السرقة. فكرة جيدة، ولكن يا أخي هل تعتقد بإمكاننا أن نسرق؟ الأمر بسيط، استخدم عقلك. أنتما تستطيعان سرقتي، ماذا؟ نعم، سوف نسرق ثلاثة أشياء، حددها أنت. مستحيل، لن تستطيع ذلك أبداً. نتراهن. حسناً، أوافق، أراهنكما على رأسي ورأس أمكما إذا شئتما. إذا لماذا لا تقسم بالإقلاع عن السرقة؟ إذا نجحنا في سرقتك، هل تقبل بهذا الحب؟ لا، لا تقسم، ماذا يبقى لك إن أقلعت عن السرقة؟ سوف تصبح ذليلاً. لا أحب أن أراك هكذا. نعم، لا تقلقي، السرقة ليست أمرا سهلا يستطيعان القيام به. إن كان الأمر كذلك فأنا مستعد لأن أقلع عنها في الحال. حسنا، قبلت التحدي. في اليوم التالي استعد الولدان لإثبات مهارتهما، وكان أول شيء عليهما أن يسرقاه هو، انظر إلى هذا العشب فوق شجرة، العصفورة الأم ترقد على بيضها، أريدكما أن تسرق البيض دون أن تشعر الأم بذلك، هل تستطيعان؟ حسناً سوف أذهب. إذا حاول أن يخرج البيض من تحت الأم سوف تشعر بذلك دون شك. ها؟ ماذا؟ انظر، أوه لقد نجح. السرقة ليست بطولة. الاختبار الثاني هو أن يقوما بسرقة هذه العنزة قبل وصولها إلى البيت.
لقد جاء. عندما يحاولان سرقة العنزة يتوقف الجرس فألتفت لأضبطهما متلبسين بالسرقة. هيا كفى عن ذلك، كفى، هيا ابدأ العمل، هيا. حاضر. لن ألتفت حتى أسهل عليكم المهمة. بدأ اللص يشعر بالقلق، لقد هزم مرتين حتى الآن. ما الذي تفعله هنا يا عزيزي؟ سوف تصاب بالبرد. اسكتي، لا بد من أن أبرد رأسي هكذا لأفكر بحيلة. حسنا افعل ما تشاء، ولكن لا تحضر إلى الفراش وأنت مبلل. ها، هل تفهم؟ وجدتها، فراش السرير، فراش. وكان آخر اختبار هو أن يقوم الولدان بسرقة فراش السرير الذي يرقد عليه اللص وزوجته. هيا نهيئ الأمر، هيا هيا بسرعة. أعطني هذه السترة بسرعة. خذ. رائع. ترى ما الذي يدبره هذان الولدان؟ في تلك الليلة صعد اللص مبكرا إلى غرفة النوم وراح ينتظر قدوم الولدين لسرقة الفراش. ها هما، لقد أقبلا. ترى لماذا رشح أنف اللص؟ لقد أصيب بالبرد بعد أن وقف بالمطر. هيا أسرع. كفى، إنهما ولداك، كفى. لا بأس، سوف أؤدبهما قليلا يا زوجتي. نعم، ارتح قليلا، فأنت مصاب بالزكام. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ سوف أذهب لأرى. ابقي أنت على الفراش، فربما كانت خدعة منهما. نعم، أنا زوجة سيد اللصوص، لا تقلق، أسرع. من هذا؟ هذا أنت؟ لقد أمسكت به، لن يستطيع خداعي، سوف ينام في العراء. نعم، خيرا فعلت، خيرا فعلت. أعطني المفرش بسرعة كي ألفه به وألقي به بعيدا عن هنا. لحظة لحظة. هيا هيا. يا إلهي، لا تهتمي، لقد فزت عليهما. ولكنهما سببا لي الفزع. ماذا؟ المفرش. أخذ المفرش. لقد خدعت. لا تحزن يا عزيزي، إنهما يمزحان معك. لا تحزن، لا تحزن، أرجوك. لقد أقلعت عن السرقة منذ الآن. السرقة فعلا ليست بطولة، سأعمل عملا شريفا في الحق. هذا هو عين الصواب. أنا سعيد. وأنا منذ الغد سأقوم بعمل ذي قيمة، وأرجو ألا أكون قد خيبت أمالك يا عزيزتي. أنا سعيدة، لن أخاف بعد اليوم، كنت أخشى دائما أن يقبض عليك. أنا؟ يقبض علي أنا؟ أوه، الحمد لله أنني أقلعت عن السرقة. نعم،
نجحت خطة فرايدر وهاينر نجاحا كبيرا، وأقلع اللص نهائيا عن السرقة. حقا إن العمل المنتج شرف للإنسان. وهكذا عاشت العائلة عيشة شريفة كريمة آمنة.